اوه الله اكبر، ما الصوت؟ اوه ماي جاد، امبيانات الموسيقى. لحظه، العلم العراق موجود. ترجم عربي وانجليزي بعد. الاستوديو العربي لتطوير الالعاب الغير موجود حاليا. وات؟ وش قصده يعني؟ بس والله المشهد ذكرني يا شباب بلعبة Death Stranding تقريبا، الثيمة كده تقريبا يا شباب. Death Stranding اللون الأحمر مسيطر على الصورة، لو شوية حط سبوت لايت لون مختلف على الكاركتر نفسه توقع يعني بتكون الدرجة اللونية أحلى. مجرد ملاحظة يا شباب. طبعا يا شباب هذه تعتبر ثاني لعبة عربية ألعبها في القناة. اكتبوا لي تحت في التعليقات ألعاب عربية ممكن ألعبها في المستقبل، لأن الآن خلاص بتكون في قائمة تشغيل جديدة في القناة يا شباب حق ألعاب العربية. يمكن كل أسبوع أنزل لعبة عربية يا شباب، ما أدري. أهم حاجة الآن خلونا نجرب معاكم هذه اللعبة ونشوف أحداثها وقصتها. طبعا أنا قاعد أتكلم بهدوء يا شباب لأن الوقت متأخر شوية، لكن مرة متحمس وأبغى ألعب اللعبة الحين يا شباب. أتأكد أنكم فعل جرس التنبيهات وخلونا نبدأ. بس قبل لا نبدأ طبعا خلاص أنا مجوع يا شباب. صدقوا يا شباب هذا أول بي سي أنا أحصل عليه، ما كان عندي بي سي من قبل. شوفوا يا شباب كل شيء بحطه إكستريم، كل شيء فل. خلاص أطلع حر أطلع حرتي حق السنين اللي أوكي. بدأنا ملخص الأحداث السابقة. كانت في لعبة من قبل يعني. واو سيدي نحن جاهزون. جيد. لحظة وين الصوت؟ واو واو الأمبيانت حق الموسيقى مو طبيعي يا شباب. لقد وصل. بس قاعد أتأكد يا شباب، تعرفوا بي سي جديد. أشيك كرت الشاشة شغال. كان هم في دبي عدل. والله عجبني العرض. الله أكبر. وات؟ وش ينتظروا؟ في شيء ينتظروه؟ مسوين إخلاء في المدينة. بسم الله. أوكي. الإضاءة انقطعت أمامنا. أطلقوا شعلة. طفى الكهرباء. الدنيا صارت حمراء. والله اللعبة خيالية، فيها خيال. منو ده؟ دارك سول ده صارت اللعبة كانت. من هو ده؟ البوس؟ ادوها افتحوا النار! يا شباب اللعبة محذوف فيها المؤثرات ما ادري ليش. بس لما العب بعدين يصير. والي وقف الرصاص. وقف الرصاص. واو. سيدي يجب أن نرى هذا. أوه عكس الصاروخ عليهم. راحوا فيها. واو تهربوا. عكسها عليهم. بوم. ضل هو. أتوقع كلهم الجنود ماتوا. ضل هو ولا كيف؟ واو العروض. واو الموسيقى تجيب القشعريرة يا شباب. حبيتها واجد الموسيقى. أمبيانت صايرة. جاء
جنود جديدين. Let's go. وحوش يعني؟ والله عرض طويل لكن. Oh my god. اي نعم. شكل هذا البطل. العرض تي 5 ادم سوف تكون لك اسهل مهمه. اوه ادم عنده مهمه. زمن الوصول 4 دقائق التحضير للانزال. هذا حصل للتو. لقد أدخلتنا إلى منطقة متأثرة، لكن الخرائط تقول أنه لا يزال. خرائط تحتاج تحديث. الرياح قوية. استغاثة مروحية. أوه طبت الطائرة المروحية يا شباب. العرض طويل ما توقعت. القائد ابقى جهاز اللاسلكي. أوه ماي جاد وش الله الانترو هذا طويل. هذه القصة لكن باختصار. شكلهم الفضائيين هجموا يا شباب. يلا يا العاب. أوه ماي جاد. Oh my god. So, a new player. لاعب جديد. What? I know that in other games you will see instructions and controls on the screen. But in this game, a character, I will explain everything to you myself. First, let me introduce myself to you. My name is Adam. My name is Adam. I am a former member of US Special Forces and working for Blackwater. So yes, I am a professional in military field. If you look up to the right of the screen, you will find a green heart and pulse. This will be my energy and health. Yes. The lower it will be. I think this is enough for now. If you need anything, I will talk to you during the game. And if you forget anything about the controls, you can always return anytime to the meter. Now, let's go. أعطاني تعليمات أنا ما أحتاجها. Oh my god. Where have you been? أين كنت? Are you ready to continue? واو. لحظة. وقعد. يركض. واو. لودينج. والله اللعبة يا شباب فيها جو غريب. Well. اوكي سويت ريلود يا شباب. والله ركضتها طبيعية. Go ahead. Roger. I need an update to my map data. I took an underground route. Over. أنا وين رايح؟ طريق مغلق. ما أدري وين أروح. بس كأن. Okay. It has been sent to your device. Over. Over. Thank you, Adam. Out. We can now use map. Press M to open the map. ولد وها أنا هنا. It looks like we're going another way. Into the small door. Wall. Wall خريطة كبيرة طلعت. في باب هنا أنا شايفه أيوة. اللي هو الباب. ظلمة. هل أقدر أشيل ال. أيوة. توقعت حاجة غير الصدق. ما توقعتها رعب أنا. شكلها رعب. ممنوع الدخول. The door is locked. نعم الباب مغلق. ياه not good at all بعد. خليني اشوف هذا. والله عندك كاتن. اوه بسم الله. اوه نو 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 نو. لا احسها نفس جودة. وات لا لا لا. اوه ماي مت. اي ثينك ام ديد يا شباب. اللعبة شكلها مو سهلة. الحين كيف اعبر هنا صعوب؟ بلي اكون حذر مره. والله صعوبه. وات؟ كيف تبغاني اعبر؟ Here we go again. صعوب المكان اللي عبرت فيه يا شباب. منع. You caused my death. لقد تسببت في موتي يقول. Oh my god المشكله ما يبين. اوكي. اخيرا. اوه الازرق هنا يقول لي اذا ما تحل بحل عنك. سهل صدقوني سهل. باقي الاخضر وين هو؟
إيه إيزي 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 إيزي. يقول لي إذا أنت ما تحل أنا بحل بنفسي. أوكي فتحت الباب الآن أتوقع أرجع صح؟ أوه تعال في شيء هنا بعد. والله في تفاصيل ما قاعد أنتبه لها. أيوة. محاصر يعني. محاصر. صدقوا يا شباب ان اللعبة والله ذكرتني بتوم رايدر شوية. مغامرات فيها. ويلي ويلي. لا بالله احنا فيها. والله احس روحي بموت. وش ذا وحش. Oh my god. يا الله. ول. بسرعة. هرب. المكان يخوف. وين اروح؟ لا والله العظيم. البيض هذا ما له حل. What? يا اخي المطور صدقوني رايق. والله انه رايق المطور ده. In this kind of game, the player still a rookie. Guide up by a player who comes. But I'm here waiting for you to come. عجبتني فكرة التعليقات وانا العب. اذا مثلا اقعد اوقف إذا ضغط يا شباب قمت شوفوا الحين شباب براكم حركة بضغط في الحروف ها. Stop messing with the keyboard. Do you think I didn't notice? إذا أطلق واجد. Every game tells a story. Is your story wasted ammo? والله عجبتني التعليقات. تخاطبني يا شباب لا تقعد تستهبل يعني. لعب عدل. سو والله عجبتني الافكار. فيها شيء مميز اللعبه. وانا هو ذا دل... او تعال في درج هنا. اوكي يمكن هنا عجل. يمكن هنا يا شباب. خلينا نشوف. باقي صمام واحد هو ضايع. كلاسيكيه اللعبه احسها من نوع الالعاب القديمه. توم برايدر حاجه كذي. والله ترجع لي زمن غريب. تروحي قاعد العب توم رايدر يا شباب. هذه اذا تعرفوا اللعبه ذي توم رايدر الاجزاء القديمه الاولى. لا لا او نو يا الله كيف ينعادوا. وال اخ يا هنا هنا في اشياء اشتغلت. يس واو واو تسكر عليه. او ماي جاد واو عنكبوت. او ماي جاد بوس. ما فيها واو بموت بموت. ادري decided to serve me up as a delicious dinner for that monster. يا اخي ما قلت لي انت. يلا يلا يلا. ايوه. اوه ماي جاد. هي از ديد ابسولوتلي. ضربه واحده نسفته. والله نسفته نساف. اوه فتح ذا الباب. اوه ماي جاد مكان جديد. انظمه توزيع وحده توزيع الطاقه الاوليه. وي شباب روح يمين لو يسار؟ مقفل يعني اروح يسار لازم. هنا يا شباب. Adam, Commander here. Now copy. Over. Adam. I am here, Roger. Requesting identification code. Over.
0991. Over. How is your status? Over. I'm still advancing. Over. How is your health? Over. I'm feeling fine. Over. Good. I hope you arrive ahead of schedule. Out. لا مقفل هنا. في طريق خطير هنا يا شباب واضح. بقابل البيج بوس هنا. عموما شباب اللعبة توقعتها انها تكون قصيرة بس والله طويلة. مستمتعت بمقطع اليوم يا شباب. اللعبة الصراحة فيها شيء مختلف. بس اللي فهمته يا شباب ان الفضائيين كأنهم هجموا على الكرة الأرضية. Is there something on my face? هل هنالك شيء على وجهي؟ لا والله قاعد انا اسولف. عجبتني بعد فكرة ان الشخصية قاعد تخاطبني يا شباب. عموما شباب اتمنى انكم استمتعتوا. اهم حاجة الان تأكد انكم فعل جرس التنبيهات ودعس لايك في هذا المقطع، وان شاء الله راح نكمل معاكم هذه اللعبة. ومع السلامة.